ما الأسباب التي دفعت التحالف العربي والحوثيين إلى تهدئة القتال في مدينة الحديدة؟ وهل سيرضخ الحوثيون لمطالب تسليم المدينة ومينائها؟ ما فرص إطلاق محادثات مثمرة بين اليمنيين، خصوصاً عقب استئناف المعارك في الحديدة قبيل زيارة المبعوث الأممي صنعاء؟ أي حل للأزمة اليمنية ستقود إليه محادثات التسوية المحتملة بين المتنازعين؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان هل يظهر ضوء في نفق الأزمة اليمنية؟